يقول: ما حكم قول بعض الناس حرام ما يستاهل لمن وقع عليه البلاء؟ لا، هذا خطأ. لا تقل ما يستاهل، لأن هذا قدر، قدر الله عز وجل واقع، وقدر الله عز وجل كله حكمة. إيش يعني ما يستاهل؟ يعني هو قدر الله، أنت تعترض على قدر الله؟ هذا يمرض وهذا يموت وهذا يعطيه الله مال وهذا يفتقر، حكمة الله عز وجل. الله هو يزن الأمور في مواضعها، وهو الحكيم الخبير. وكل إنسان رزقه سيأتي، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلا تتكلم عن قدر الله، ولا لا تقول يستاهل ولا ما يستاهل، نقول هذا قدر الله. إن كان أصيب ببلاء فنحن إذا رأينا مبتلى ماذا نقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على الكثير مما خلق تفضيله، وأدعو له بالشفاء.